السيد النقيب عشرين عرض عليكم في الندوة، قال لكم هاد دار لكم بحالك. انا بقى عقلة ما عرفش علينا، عرض على بيه عليهم. قال لهم لانه بعد اول حاجه كان المحامي وكان القاضي وكان اللي ما سمحتش صحفي اصلا يسوى. فقال لهم هذا هو، هذا لك العقل. قال لهم هذا هو، هذه هي الشكايه. قال لهم هذه، قال لكم ما درتش الشكايه، وهذا شنو هو كيوري لكم. سيدي النقيب يوم 6 في شهر 8 2019، سعيدة شرف كانت تتواجد بالشمال في بيتها بالمضيق، جاني اتصال هاتفي. الو، السلام عليكم، شكون معايا سيدي؟ معاك الفرقة الوطنية، يجب ان تتقدمي الى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع لاقوالك. شكرا سيدي، مرحبا. غنقول لهم لا، مرحبا، غنمشي. مشيت الفرقة الوطنية. ملي مشيت باش يستمعوا لي شنو لقيت؟ لقيت بانه المكتب الوطني لحقوق الانسان رافع شكايه، ركزوا معايا، رافع شكايه بحمزه مومبيبي، بحساب حمزه مومبيبي. فالفرقه الوطنيه ملي دخلت الحساب شنو لقى؟ سعيده شرف، سعيده شرف، سعيده شرف. انا يلحقني حمزه مومبيبي نازل عليه مزيان ديك الساعه، عقلت شهر 8 انفصاليه والبقره و و و و وشكون اللي كان عاوتاني؟ كانت المتهمه دنيا وباطمه، هي وسيمو بالبشير، من سيمو البشير داروا لي ضحكه قدام الناس وكلسوا هو كيوصفني بالبقره وهي ها 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 ها. يعني من العيب حتى لو كنت مخاصمه معايا، ولكن كفنانه ما تسمحيش الواحد ينعت مراه وينعت فنانه بحال بحالك وتقول عليها البقره وانت تجلسي تضحكي وانت عطيها انت فيك الكفايه. قال لك عطيها انت، قلتي له انت فيك الكفايه. ملي تسولوني، عفاكم ما تقطعنيش، ملي تسولوني الفرقه الوطنيه، سولوني الفرقه الوطنيه، جاوبت بكل حقيقه وبكل صراحه. شنو قلت لهم؟ قلت لهم انه يمكن لانه شنو حط حمزه مومبيبي؟ حط هذاك الفيديو اللي فيه دنيا وسيمو بشير، وحط بانه كيقول عليا انفصالي ونازل عليا، يعني باللغه ديال الوقت دابا شرشمن. فانا اش درت؟ قلت لهم هاني واقع وهاني واقع، كان الدنيا باطمة وكان السيمو البشر وكذا، كلشي اللي قريته في هذاك الشيء. هذوك، هذيك الشهادة ديالي في الشكاية التي وضعها المكتب الوطني لحقوق الإنسان، ولكن شكاية باسم موقعة أو باسم هيئة دفاعي. أتحداك السيد نقيب أنك تجيب قدام الناس شكاية موقعة باسم سعيدة شرف، بغيت أكثر من هذا الشيء؟ أنا لست محامية ولست سيدة قانون ولا ولا ولا، ولكن شكرا لك لانه هذا الشيء اللي درتي في الندوه ديال 28 فبراير خليتيني نولي محاميه بالفطره. واش خصها شويه الخلاف؟ لا باقي لي سؤال الاخوه، الله يرحمهم. السؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني، واخا السؤال الثاني عندي واحد الاضافه فيه اللي بغيت نشرح لك. دابا الندوه ديال بان تويت اللي دارت دنيا باطمه اكد فيها النقيب السابق والمحامي ديال ابو عشبيه انه هي خدات البراءه من كل ما يتعلق بحال جامون بيبي. وانت اليوم انا لا سعيده كتقول لنا ماشي كنقول، القانون يقول، المحكمه الابتدائيه تقول، محكمه الاستئناف تقول، قاضي التحقيق يقول، والوكيل العام يتمم بزياده 4 اشهر. واخا الزياده ديال 4 اشهر ولا اضافه، دابا الزملاء ديالي كلهم غيشاطروني رايي في هذه القضيه انه في لوبان تويت سمعنا قول اليوم بغينا نحيدوا اللبس. انت اليوم سميت الحقيقه الكامله، ما سمعتو كان الحقيقه مقطوع لها ودنين ومقطوع لها رجلين ومقطوع لها راس. الحقيقه المبتوره كما قلت اليوم، واش كتاكدي الصحفي اللي حاضرين انه دنيا باطمه متابعه في حق الحقيقه ديالي؟ دنيا باطمه متابعه فقط في حساب حمزه مومبيبي، ماشي هي كتقول انها دخلت الحبس على التشهير والسب اللي ماشي دخلت، ما دخلت زعما المتابعه في التشهير. واش سمعتوا هادو المتابعات الجنح؟ هي تقول لي بغات القانون الذي يقول كل كاين وكيقول هي ما متابعاتش، غنعطيك جواب هي ما متابعاتش بالتشهير. غادي نعطيك جواب رائع جدا. إذا كانت بريئة فلماذا لم تثبت براءتها أمام القانون وأمام المحكمة؟ وكيقولوا ما تبتوا البراءة في ناية زملاء واش قال لكم تبتوا البراءة؟ كيقولوا يعني دابا هي غير محاكمة. كتشهير هذيك العام ديالاش؟ التشهير والقدم.
لانه كاين بينك وبين فين سبتني وفين شهرت بيا؟ اربع شهور ثانيه سمعوني بلاتي بلا باش نتفقوا غير هكا باش نحيدوا ديال اشهاد. لا مزيان كيعجبني هذا التفصيل انا مخوف باش نفصلوا حطوا لي بواش اللي باش ومزيان لانه التفسير الواضحات من المفضحات ولكن خلينا بما انه حنا لا نفصلوا باش نعرفوا الحقيقه مزيان باش تعرفوا الحقيقه الكامله شنو قالت؟ بانه بسبب التشهير هي دانية التشهير فين كان؟ فين كان؟ حمزه مومبي في حمزه مومبي انا ما كنضحكوا راه بالعكس راه قمه الغباء سيدي النقيب يعني ان اكون انا غبيه وبغيت تستغبيني راه قمه الغباء مني الى انا صدقت هذا الكلام لست بالغبيه تقول التشهير وتقول السب والقذف واش دنيا باطمه سبتني في حسابها الشخصي جاوبوني لا فين كان السب والقذف في الشهر على حساب حمزه مومبيبي ايوا شنو ما معنى هذا ما تخرجوا مصادمو ما معناه اعطيتك دابا بعد هذا غير اول حاجه زائد الاحكام في الحكم الابتدائي مثبت عليها ست جناح واستئنافيه راه كنتكلم بلغه القانون كنتكلم باللغه اللي كتكلم بها هي باش نشرح وكنتكلم باللغه اللي كيتكلم بها النقيب بوعشرين باش نجاوبه بطريقه سليمه لا أخاف إلا ربي ولن أركع إلا لربي أقسم بجلال الله عندي ثلاث أطفال والله لو بقات غير روح تديوها والله ما نسكت على حقي ولا بغيتو تعتذروا نتوما اعتذروا اعتذروا الرأي العام هنا كلام آخر قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا